اللعبة التانية بقى اللي هنلعبها معاه وهي الأسئلة السريعة، نشوف بقى بيحب ايه، هنحط له حد قصاد حد، مين أوسم، مين أحلى، مين أجمل، وهو يختار. ياسمين صبري ولا انت صبري؟ ياسمين صبري. أحمد عز ولا سعد سمير؟ سعد سمير. في ايه بالظبط؟ دم خفيف. طب مين أوسم؟ أنا آسف، أنا هبقى منافق. سعد سمير. لا أحمد عز وسيم شوية بصراحة. علي ماهر ولا علي ماهر؟ لا كابتن علي طبعا. أنهي واحد فيهم؟ كابتن علي اللي بره الملعب. ليلى علوي ولا إلهام شاهين؟ الاتنين وحشين. متحبش حد فيهم؟ كريم فهمي ولا حسام عرفات؟ في الهزار؟ أي حاجة. لا في الهزار حسام، ما في الشكل، الدنيا بعيدة حسام. أحمد عاطف ولا أوس؟ لا أحمد عاطف أحسن بكتير دي بصراحة. أمهر؟ لا والله أحسن. يعني دمه خفيف عن أوس؟ وشكله أحسن. أوس مش نافع. عمر كمال ولا عمر كمال؟ المغني؟ هو ولا اللي؟ لا المغني برضه. عمر لا عمر كمال؟ كمال لعب واحد طبعا. جنش ولا ويجز؟ لا جنش. في ايه؟ في الشكل. مين بيغني؟ جنش بيغني برضه بس بيجعر شوية. لا لا لا. امام عاشور ولا رضا البحراوي؟ في ايه؟ كل حاجة. لا امام اخويا. بس رضا البحراوي برنس برضه، بس امام عاشور. تحب رضا؟ بعشقه. طب ما تغني حتة كده من رضا. ده حتة بس، حتة صغيرة، حتة صغيرة من رضا. والله حتة صغيرة قوي. أي حتة ما تحبها رضا. سمعت كلامكم عني، سمعت الكلام خايب، ده فيكم راجل جدع حتى الجدع غايب. الرسالة دي لحسام عرفوه. لا للأخصاب. أحمد سعد ولا محمد سعد؟ أحمد سعد. لا محمد سعد.